النمسا تقدم مساعدة بقيمة 2 مليون يورو لسكان غزة. النمسا تتلقى تعهدات من أوكرانيا بمرور الغاز الروسي. فيينا تعتزم تقديم دعم مالي إضافي للأسر الفقيرة. إدانة موظف بلدية سابق باختلاس 220 ألف يورو. اعتقال سوري قام بتخريب علم إسرائيل ووضع مكانه علم فلسطين. واعتقال جزائري في فرنسا متهم بجريمة قتل في فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تقديم مساعدة بقيمة 2 مليون يورو للسكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الدولية لمساعدة السكان الذين يعانون من الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. وأوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ أن بلاده ستعمل مع منظمة الإغاثة الدولية المعترف بها لضمان وصول الدعم للسكان المدنيين في غزة. أعلنت النمسا عن تلقيها تعهدات من أوكرانيا بالسماح بمرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وذلك حتى لو لم يتم تمديد عقد العبور بين البلدين. وأكدت شركة الطاقة الوطنية في النمسا OMV أن أوكرانيا أكدت استمرار تعاونها في مجال الطاقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة للمواطنين الأوروبيين رغم التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بالأمر. وتعتمد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي، حيث تحصل على نحو ثلثي احتياجاتها من الغاز عبر روسيا وأوكرانيا. تعتزم حكومة فيينا إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الأدنى، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به في الأول من يناير في عام 2024. وتشمل هذه التعديلات تقديم بدل الأسرة، الذي سيوفر دعما ماليا خاصا للوالدين الوحيدين الذين لديهم أطفال. ويأتي هذا القرار استجابة لتعليمات المحكمة الدستورية، حيث يبلغ البدل الجديد 4.5%، ومن المتوقع أن تتلقى 10,000 أسرة تعويضا شهريا يعوض الخسارة الناتجة عن الغلاء. أدانت محكمة في سالسبورغ موظفا سابقا في بلدية أوبرندورف بالسرقة 220 ألف يورو من خزينة المدينة. وقام المتهم بنقل حوالي 90 ألف يورو من أموال البلدية إلى حسابات جمعيات سكنية يديرها وأخذ جزءا منها، كما قام بإعفاء جمعياته من رسوم الخدمات، مما أدى إلى خسارة 60 ألف يورو. واعترف المتهم متعهدا بسداد حوالي ثلثي المبلغ المسروق، وبناء على ذلك حكم عليه القاضي بالسجن لمدة عام مع تعليق التنفيذ وغرامة 3600 يورو. قام شابان بتخريب علم إسرائيل كان معلقا على عمود أمام بلدية جراتس منتصف ليلة الخميس، ثم قام بوضع علم فلسطين مكانه. وتمكنت الشرطة من اعتقال أحدهما وهو سوري يبلغ من العمر 17 عاما، فيما تمكن الآخر من الهروب. وكان الشابان قد تسلق الصارية لفك العلم الإسرائيلي المعلق باستخدام سكين، مما أدى إلى إلحاق أضرار به. وتمكنت الشرطة من القبض على سوري يقيم في جراتس وصدرت السكين، كما تم ضبط علم فلسطين ملفوف بالقرب من مكان الحادث. اعتقلت الشرطة الفرنسية مشتبه به في جريمة قتل مروعة وقعت في فيينا في أبريل الماضي، حيث تم قتل رجل جزائري يبلغ من العمر 31 عاما بوحشية. وتم اعتقال المشتبه به وهو جزائري يبلغ من العمر 24 عاما في فرنسا يوم الجمعة. ويأتي هذا بعد اعتقال شخصين آخرين في القضية في مايو الماضي. وتفيد التحقيقات أن الجريمة وقعت على خلفية نزاع داخل عصابة مخدرات شمال أفريقية تعمل من فرنسا، والضحية كانت لديه سجل جنائي في النمسا بسبب جرائم مخدرات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.